السلام عليكم. ان شاء الله نبدو في معمل الاوربت. اول ما نبي نعرفه ان تعرفوا ان في حاجه اسمها البوني اوربت اللي هي الروف والفلور ميديال وول واللاترال وول، وقعدت عندي كم في المحاضره وضحات الوولز وكل واحد من ايش متكون. نجو بعدها للجزئيه الثانيه الكونتنت اوف ذا اوربت. جوا الاوربت حنلقى الاي بول، ذس از ذا اي بول، حنلقوا معها الاكسترا اوكليير مسل، حنلقى في الجهه اللاترال سايد اللاكريمال جلاند اند ذا لاكريمال ابيريتوس، حنلقى في الفات عشان يدير لي عمليه فيكسيشنز لها للاي بول، وحيكون عندي مجموعه من النيرفز والفيزلز اللي هم انترينج ذا اوربت ثرو ذا سوبير اوربيتال فيشر اور انفيرو اوربيتال فيشر اور ثرو ذا اوبتيك كانال. ستراكشرز هذينا برضه حنعاود علينا ثرو ذا نشوفهم على السكال. بالنسبه للي باين علينا في الموديل هناهي اللي هن الاكسترا اوكليير مسل. الاكسترا اوكليير مسل هن عباره عن around 6-7 muscles. اول وحده مش قاعده اللي هي elevator palpebral superiosus، وهذه تبي تمشك في الايليد والمين فانكشن لها elevations to the eyelid. وبعد عندي الفور ريكتاي مسل المستقيمات superior وinferior وميديال ولاترال ريكتس. وبعدين عندي ماشيه وحده اوبليك، وحده اسمها superior oblique، ومن المفترض ان نلقى من الفلور طالع another one which is inferior oblique muscle. النيرف السبلاي بتاع المسلس هذين كلن ياخذن من الاكرينيال نيرف كيلو موتر نيرف والابديوسنت والتروكليار. الابديوسنت نيرف والتروكليار نيرف هذوما الاس او 4 ال ار 6، يعني معناها ان التروكليار نيرف يعطي بس في السوبيريور اوبليك مسل، والتروكليار نيرف يعطي في رقم 6 اللي هو يعطي بس في اللاترال ريكتس مسل. برضو بالنسبه للنيرفات اللي خشيت عندنا فيري امبورتنت نيرف ويتش از ذا اوبتيك نيرف، هذا مخصوص سبيشال سنس خاص بعمليه الفيجنز. تمام. برضو عندي another nerve which is passing through the optic superior orbital fissures اللي هو ال first divisions of the ophthalmic nerve اللي احنا نسمه فيه first divisions of the trigeminal nerve اللي هو الophthalmic nerve، وبيخش مقسوم الى three branches nasociliary lacrimal and frontal، وكل واحدة فيهم حيعطي البرانشات بتاعتها. ممكن نعلمه على رسمة على اي واحدة منهم زي ما شفتوا في طريقة السؤال بتاع الكويز اللي خذتوه within the lab. برضو الاوربت containing to the ciliary ganglions وهي main functions بتاعها انها تتحكم في الباراسمباثيتك activities، وهي مهمة في supplement of the constrictor pupillary muscles، ومهمة برضو في الciliary muscles عشان عملية الaccommodations. برضو من ضمن structures اللي احنا ممكن نلقوهن within the orbit lacrimal gland and the lacrimal apparatus، ان الجلاند هي اللي حتكون within the lateral side get innervations from the lacrimal nerve، واللي متحكم في functions بتاعها اللي هو الزيجوماتيك nerve، وحكينا عليه في المحاضرة ان الزيجوماتيك nerve branch من المكزيلري يخش عن طريق الانفرا اوربيتال فورامينا وانفرا اوربيتال فيشرز، بيوصل بشي يتحكم في الباراسمباثيتك activity بتاعت اللاكريمال الجلاند، تطلع منها الدكتيلوس بتاعتها، هتصب السكريشنز بتاعها within the conjunctiva، وبعدين في عندي الدرينج سيستم بتاعها superior inferior punctual اللي هنا يصبهم في اللاكريمال ساك، ومن اللاكريمال ساك تنزل في الكنال بتاعها للنيزل كافيتي، تفتح في النيزو لاكريمال، تكون في حاجه اسمها نيزو لاكريمال دكت، تفتح في الانفيريور ميتس اوف ذا نوز. برضو الجزء الثاني من المعمل حنوريكم فيه السوبير اوربيتال فيشرز والانفيريور اوربيتال فيشرز والاوبتيك كانال، وتعرفوا كل ستراكشر باسنج ثرو ات. This is the cranial fossa. This is the anterior part of the cranial fossa, middle part or posterior part. أنا اللي يهمني this is the optic canal which is اللي بيمر من خلالها الاوبتيك نيرف والاوفثالميك ارتري. برضو عندي جزئية تانية this is the superior orbital fissure. This is the superior orbital fissures اللي يمر من خلالها الاوفثالميك نيرفز الكرينيال نيرفز والاوفثالميك الاوفثالميك فين والاوفثالميك نيرف البرانشات بتاعتها والثري اكسترا اوكليير ماسلز. اخر جزئيه ممكن تبان علينا من هنا من قدام اللي هي جزئيه بتاعت الانفرا انفيريور اوربيتال فيشر. الانفيريور اوربيتال فيشر المينلي هيمر منه المكزيلي نيرف، ويمر منه الانفرا اوربيتال نيرف اند فيزلز، وحيخش منه للاي الزيجوماتيك نيرف.